سيد العقيد، أولاً مساء الخير وكل التحية والتهنئة لنجاح هذا المعرض. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هل هذا المعرض حققنا المطلوب من إقامة هذا المعرض لأول مرة في مصر؟ الحمد لله احنا حققنا أكثر ما كنا مخططين الحمد لله، يعني بالآلاف اللي حضرت وعدد كم هائل طبعاً من الوفود العسكرية والشركات وصلت 306، أكثر من 376 شركة. بالاضافه طبعا للتفاهمات اللي حصلت ما بين الشركات، ما بين القوات المسلحه وما بين الشركات بالمعرض، ومذكرات التفاهم والعقود اللي تم توقيعها، والزيارات العسكريه وزيارات الجماهير، والحمد لله يعني كان في اطمئنان من كل الوفود اللي كانت موجوده، وزاره الجناح المصري وشكرت وكانت بتشيد بالجناح المصري والاسلحه اللي معروضه، وعدد اللقاءات طبعا على هامش المعرض مع السيد وزير الدفاع، السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه، مع وزراء الدفاع ورؤساء الاركان ورؤساء الوفود اللي كانت مشاركه. فالحمد لله طبعا المعرض عدى على خير، والحمد لله حقق كل الاهداف المرجوه منه الحمد لله. ايه اللي نقدر نقوله احنا، ايه اللي وقعناه القوات المسلحه العقود التسييح الخاصه مع الشركات الكبيره خلال هذا المعرض؟ نقدر نعرف العدد واهم الشركات اللي احنا تعاقدنا معاهم، سواء وقعنا اتفاقيات او مذكرات تفاهم او عقود؟ والله احنا وقعنا عدد من العقود ومذكرات التفاهم للقوات البحريه والقوات الجويه وقوات الدفاع الجوي واداره الاشاره واداره الحرب الالكترونيه واداره الاسلحه والذخيره، وكان من بعض المذكرات التفاهم والعقود كان في حاجات بتبقى فيها طبعا تصنيع مشترك ونقل تكنولوجيا وتسويق وبيع منتجات للشركه ورخصه حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الاوسط افريقيا بالكامل، وده كان احدى العقود للقوات البحريه مع شركه سلينجر الفرنسيه لمنتجات الشركه من قوارب مطاطيه قتاليه، وده طبعا هيبقى في ترسانة القوات البحريه المصريه، بالاضافه طبعا لمذكره اخرى للقوات البحريه مع شركه فرنسيه للصناعات الخدمات البحريه لتنفيذ اعمال البناء والصيانه والتامين الفني لجميع، حضرتك عارف طبعا الفتره اللي فاتت كان في عدد كبير من الوحدات الفرنسيه في خدمه القوات المسلحه، فطبعا في عقود خاصه بالموضوع ده. اما بالنسبه للقوات الجويه، فالسيد قائد القوات الجويه طبعا كان وقع عقد طبعا مع شركه داسو الفرنسيه للتامين لتوفير التامين الفني الخاص بالطائرات الرافال، طبعا لضمان تدفق مستمر للقطاع الغيار. السيد قائد قوات الدفاع الجوي برضه كان في اتفاقيه لتوريد اجهزه رادار متطوره لصالح الدفاع الجوي. السيد مدير الاشاره كان في طبعا برضه اتفاقيه مع الشركات الفرنسيه لتدبير معدات محطات ارضيه تعمل مع الاقمار الصناعيه. برضه اتفاقيه ثانيه لتدبير معدات محطات ارضيه، وهكذا طبعا اداره الاسلحه والذخيره مع احدى الشركات من البوسنه لتدبير وتوريد ذخائر مختلفه الاعيره، وثلاثه عقود اخرى مع شركه بلغاريه لتدبير اجهزه مراقبه ليليه وحراريه وهكذا. طيب ده طبعا بالاضافه للحرب الالكترونيه كويس مع احدى الشركات لتدبير وتطوير محطات اعاقه الكترونيه. طيب ده كان على هامش المعرض. العدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم يعني حمد. في الجانب مع الصين اعتقد ان احنا بناخد طيارات بدون طيار فعلا؟ طبعا القوات الجويه برضو كانت وقعت اتفاقيه لتدبير طيارات موجهه بدون طيار مع احدى الشركات الصينيه الكبرى. كويس. هل احنا عندنا طيارات بدون طيار في مصر؟ احنا صنعنا ده او الهيئه العربيه للتصنيع صنعت، او هل عندنا؟ طبعا الهيئه العربيه للتصنيع كانت عارضه بعض الطائرات بدون طيار واتعرضت في المعرض، وكانت الزوار كانت شافتها اثناء فعاليات المعرض، وطبعا كان في تصنيع مشترك للطياره كي 8 طياره تدريب صينيه وبعض منتجات الهيئه العربيه للتصنيع الاخرى. احنا اهميه تطوير مصر للقدرات العسكريه للقوات المسلحه في هذه المرحله ان احنا شايفين على يعني احدث انواع التسليح موجوده عندنا النهارده في كامل تشكيلات القوات المسلحه. والله الحمد لله طبعا احنا خلال السنوات الماضيه طبعا في تطوير هائل في كافه الافرع الرئيسيه والادارات الاخرى للقوات المسلحه بالكامل، وده طبعا بيتواكب مع متطلبات القوات المسلحه اولا والامن القومي المصري والتهديدات اللي محاطه حوالينا خلال السنوات الماضيه يعني. الحمد لله طبعا